هل يصنع شبابنا مستقبله؟ أم ثمة من يختار له صاغرا هذا المستقبل؟ هل فعلنا فيه روح المبادرة؟ أم أن المبادرة في عرفنا تمرد وخروج عن التقاليد؟ هل نمينا في الشباب ثقافة التفاؤل؟ ومن أين سيأتي التفاؤل إذا كانت صورة الأوضاع في كثير من البلدان العربية هي صورة العنف والاقتتال والانقسام إضافة إلى الاحتلال؟ مع ذلك يبقى الأمل في الشباب وحدهم، فهم الحلم، وأكبر الجرائم التي ترتكب هي قتل هذا الحلم. ماذا يريد الشباب العربي؟ عنوان هذه الحلقة من برنامج حوار العرب الذي يأتيكم هذه المرة من الكويت ضمن فعاليات مؤتمر فكر 8 لمؤسسة الفكر العربي. اسمحوا لي بداية أن أرحب بأحد أبرز الناشطين في العمل الثقافي العربي والداعمين له، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مؤسسة الفكر العربي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. أهلا وسهلا بك. حكومي أو نوع من الخطاب في العالم العربي في المجال الرسمي. من الذي يقصي الشباب يا نوف؟ هناك إقصاء حقيقي، هناك مبادرات شبابية معينة. لا من لا قلت هنالك إقصاء، من الذي يقوم بعملية إقصاء الشباب؟ إقصاء يبدأ أولا من المجتمع، أنه يبدأ من النمط التقليدي والأعراف التي ممكن تكون عائق لبناء العمل البناء الإيجابي الحقيقي للشباب. وهناك أيضا إقصاء من ما يسمى السياسيين أو الرسميين الذين لا يهتمون بقضايا الشباب أو لم يحتكوا أبدا مع الشباب ولم يقتنعون بالقيم التي يحس بها الشباب والتي يبدأ بها. طيب ما هي قضيتك الأولى؟ أهم قضية معينة هي عدم وجود ثقافة. زرت العديد من الدول العربية، هو عدم وجود ثقافة دعم المبادرات الشبابية من المحيط إلى الخليج. في فقط هناك الدعم من المنظمات غير حكومية الأجنبية والدولية، عدم وجود دعم عربي للمبادرات الشبابية. هل أنت قلق على مستقبلك في العالم العربي؟ هناك قلق، ولكن لن أكون متشائم أكثر، لأن أعمل داخل منظمات غير حكومية وأعمل مبادرات. هناك قلق، لكن هناك تفاؤل أننا نحن الشباب طيب. ممكن نعمل تغيير، ممكن يكون طيب. هناك قيمة مضافة. طيب يسر، أبدأ بقضية الأولى. تفضل. قضيتي الأولى أنني أرى ثقافة عدم تقبل الآخر قد انتشرت الاجتماعية، يعني ثقافة عدم تقبل الآخر أو من الناحية الدينية أو السياسية. هذا الفكر انتشر في الآونة الأخيرة. شو اللي بيشغل بالك؟ اللي يشغل بالي حاليا هو هذه القضية، وطبعا تحقيق أحلامي، يعني أتمنى أني أصير يوم من الأيام إعلامية ناجحة معروفة عالمية. هل أنت مطمئنة إلى أنك يمكن أن يعني كثير من العوامل؟ مثل شو؟ عوامل يعني أن كما قالت الأخت، يعني في تقلبات اقتصادية في هذه المرحلة، في تقلبات كثيرة، ولكن أنا من رأيي يعني التغيير يجب أن يأتي من الشباب، لأننا نمثل 73% من الوطن العربي. طب يعني اسمح لي، ما الذي يعوق دون تحقيق الشباب لطموحاته انطلاقا من تجربتك الشخصية وبشكل عام؟ ما الذي يعوق؟ التمييز أول شيء، نظرة التمييز. تمييز من من؟ من يميز من؟ يعني من المجتمع كله. الشاب بدبلومه، يعني الشاب متأبطا يعني شهادته لا يساوي إنسانا كاملا يعني في نظرة المجتمع. هو يعني ما زالت نقص الخبرة ونقص العمر يعتبر يعني من العوامل التي تنقص نظرته عند طيب المجتمع. بعد مداخلة جنس اللطيف اللي حدك، تفضلي. طالبة علوم سياسية. تفضلي بسمة. ما الذي يمنعك من تحقيق طموحاتك يا بسمة؟ ماكو شيء يمنعني أبدا، كلش، لأن أنا مؤمنة بذاتي أن أنا أقدر وأقدر وأقدر أن أنا أحقق مستقبلي بإيدي، لأن مستقبل الشباب موجودنا بإيدنا إحنا، دام الشباب متفائل بشكل كبير. جميل، بس يا بسمة، ألا تعتقدين يعني أن المجتمع الذي تعيشين به يمكن أن يحفز فيك روح المبادرة، كذلك النظام القائم، يعني هل تساعد المجتمعات العربية والحكومات العربية الشباب على تحقيق طموحاتهم؟ هل تزرع فيهم روح المبادرة، روح التفاؤل؟ طبعا في بعض الحكومات قاعد تساعد الشباب في أن هي تدفع روح المبادرة هذه فيها، وهذا موجود عندنا بالكويت بشكل كبير. شكرا جزيلا لك. الآن إلى سؤال الطلاب والحضور الذين هم معنا، أرجو أن تتحضروا للتصويت على السؤال الذي سأطرحه عليكم على الشاشة. السؤال هو: ما القضية الأولى للشباب العربي؟ هل المجتمعات العربية تساعد شريف
على تنمية روح المبادرة فيكم كشباب، تساعدكم على تحقيق طموحاتكم أم أنها تحد من هذه الطموحات؟ يعني انطلاقا من تجربتك في مصر. لا، في الوقت في الوضع الحالي، يعني ان انت تقول ان في تجربة بيختار له مستقبلهم هم انفسهم والعائلة ايضا، لان العائلة هي النواة الاساسية في كل مجتمع.